ولكن اللي ازعجني وانا بتكلم مع حضراتكم ان انا من امبارح للنهارده بعض من لا يشجع النادي الاهلي كل همهم ايه؟ خلوا الاهلي ياخد الدوري، احنا مش فارق معانا. مش فارق معاكم ايه؟ انا مش فاهم، انا اللي مش فاهم الحقيقه. انت بتتكلم بجد ولا بتهزر ولا انت يمكن مش عارف، مش قادر اقول كلام اكتر من كده. انت بتتكلم بجد؟ ادوا الدوري الاهلي؟ ادوا الدوري الاهلي ايه اللي اديله الدوري؟ الاهلي المصري؟ فانا مسكت الورق وقعدت ابص في الورق، هو النادي الاهلي كام نقطه؟ اللي بعده كام نقطه؟ حاجه غريبه جدا. وبعدين هو حضرتك اللي بعده ده اللي هو المقاولين اعتقد، انا مش فاكر الحقيقه لان انا ما بقتش ابص تحت، انا دايما النادي الاهلي دايما بيبص فوق، فعشان كده لما اجي ابص تحت ما مش لاقي المقاولين تقريبا افتكر. قولوا لي يا جماعه المقاولين ولا مين؟ مقاولين. طيب المقاولين. لكن احنا الكلام ده بالنسبه لي الحقيقه اندهشت جدا، اندهشت جدا. هو انتوا بجد بتتكلموا؟ الناس دي بتتكلم بجد؟ الناس دي يعني الدوله بتفكر في الارواح وصحه المواطن وانت بتتكلم في اهلي وغير اهلي ودوري ومش دوري والكلام ده؟ عايزين نسمو بفكرنا شويه. الدوري يتلعب ما يتلعبش، يكمل ما يكملش، ما يعني مش هو ده موضوعنا بالمناسبه. مش هو ده موضوعنا. احنا موضوعنا ان احنا شايفين ان في حاجه بتحصل في العالم كله، حاجه بتحصل في العالم كله، واحنا احنا جزء من العالم على فكره. اهلي ايه وزمالك ايه؟ الكلام ده كلام غريب جدا. يجب ان يكون هناك سمو في طريقه التفكير. يعني حضرتك فكر بطريقه اخرى، فكر بطريقه اخرى. الموضوع يعني ابسط مما تتخيل. ما حدش بيفكر مين ياخد ايه ومين يعمل ايه. الناس تعبت، اتعبنا واجتهدنا لان الكحه دي من زمان بالمناسبه تعبنا واجتهدنا وصرفنا فلوس. النادي الاهلي يعني صرف فلوس كتير وكذا 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 وكذا، ولكن في النهايه ايه يا جماعه؟ ده حياه المصري بالنسبه لينا هي اهم شيء في الدنيا، اهم شيء. الاقي الكلام من امبارح للنهارده والله كلام يضحك. وانا قاعد بتفرج على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا عموما بلاقي الناس كلها عماله تقول لك ايه، مش كل الناس يعني، بعض من لا يشجع النادي الاهلي يقول لك ايه؟ ادوا بقى الدوري للاهلي، احنا مش مهم، المهم ايه يا جماعه؟ انتوا بتتكلموا جد؟ انتوا عارفين الاهلي فين والباقي فين؟ انا عمري ما هتكلم في الامور دي بصراحه، او مش عايز اتكلم في الامر ده، ولكن خلينا نسمو بفكرنا شويه، خلينا نفكر في صحه الانسان المصري. الدوله بالكامل من اول رئيس الجمهوريه لغايه اصغر العاملين فيها الاصغر سنا يعني، كلهم ما بيفكروش الان غير في مصلحة المواطن المصري.